السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. مين فينا بيرضى بقليله في أمور الدنيا؟ تخيلوا كده، واحد مثلا ممكن يروح للمدير بتاعه يقول له أرجوك ما تزودنيش، ده أنا مرتبي كده كويس قوي؟ لا طبعا. أو واحد كده جاي يدين كده مكافأة فتقول له لا أنا مش محتاج مكافأة؟ طبعا مستحيل. دايما في امور الدنيا هتلاقينا طمعانين في الزياده، انما بقى لما تيجي للاخره تلاقينا زاهدين فيها بالرغم من ان الاخره دي خير وابقى. تلاقي كده الظهر مثلا جدا فالواحد يوم يصلي لوحده كده مش مستني انه ايه يدور على حد يصلي معاه، لا هو بيقوم يصلي بسرعه لوحده ويقول خلاص انا ايه اسقطت الفرض بتاعي. طيب ما في صلاه الجماعه هتضاعف لك الاجر 27 ضعف، ولا انت مستغني عن صلاة الجماعة وفضلها؟ ده بقى الكلام اللي هنتكلمه النهاردة، صلاة الجماعة مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب يحفظك ويسترك. آمين يا رب. مع ضيفنا اللي منورنا. ولك مثل يا شيخ أحمد. شيخ أحمد، ليه كده الواحد بيزهد كده وبيستغنى في أمور الآخرة اللي هي بجد هي اللي بقينا؟ الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا، اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. السوق قائمة والبضاعة موجودة، فمن أراد أن يشتري فليشتري، ومن أراد أن يزهد فليزهد، لكن لا يزهد في أمر الآخرة إلا غافل عن نفسه. يعني إنسان غافل عن إيه؟ عن نفسه. ويكال للعبد كما كال، العبد يكال له كما كال. وسبحان الله، كان سيدنا، انت حضرتك يعني قلت احنا ليه بنزهد في الآخرة مع ان احنا المفروض نزهد في الدنيا مش نزهد في الآخرة. هو كان سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه يقول: من نافسك في دينك فنافس، ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحر. وكان وهيب بن الورد عليه رحمة الله كان يقول: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. ولذلك لما نجد ننظر في كتاب الله تبارك وتعالى نجد الحث على المسارعة، على المسابقة، على التنافس إلى الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال الله رب العالمين سابقوا، قال الله رب العالمين فاستبقوا الخيرات، قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. علي كثيره جدا، ايات كثيره في كتاب الله تبارك وتعالى تدعو الى الحث على الايه؟ على المصارعه. وبعدين الله الكريم سبحانه وتعالى بيخلي بقى الانسان اللي هو يقول له اذا فعلت كذا فالثواب يكون كذا. طيب انا لما اعمل الصلاه دي ايه اللي هيحصل؟ بقى الصلاه عامه اذا صليت فانت هتاخد من الحسنات كذا وكذا وكذا. وايه تاني؟ يخوفه يقول له خلي بالك أول حاجة هتحاسب عليهم القيام الصلاة، فلو صلحت الصلاة دي كل العمل هيبقى إيه؟ صالح، ولو فسدت الصلاة دي يبقى كل العمل ممكن يفسد. طيب ما نيجي نرقيه أكتر، طيب كيف نرقيه؟ لأن المؤمن دايما لابد له من علو همة كمال معه وعلو همة ترقيه، لابد من الكمال وعلو الهمة اللي هو يبدأ يرقيه دائما وهو في طريق الله تبارك وتعالى. فيجي يقول له خلي بالك أنا عندي الصلاة فخمس صلوات، والأفضل أن تصليها فين؟ في جماعة. لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الرجل في جماعة خير من صلاته منفردا. طيب بقد إيه يا رسول الله؟ رواية 27 درجة أو 25 درجة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: لا ده خلي بالك بقى، ده الإنسان اللي بيتوضى وبعدين يمشي إلى الصلاة المكتوبة، يبقى هو رايح فين؟ رايح يصلي في جماعة، وبعدين بعد ما يصلي كده الله الكريم سبحانه وتعالى يغفر له كل ذنب. ففيش أكرم من كده يا جماعة، مفيش أفضل من كده إن الإنسان يغفر له كل الإيه؟ كل الذنوب. ومن ذلك نيجي سؤال: هو ليه دايما الحث على صلاة الجماعة؟ يعني هي مهمة جدا؟ أيوة طبعا مهمة، مهمة جدا، لأن ربنا تبارك وتعالى دائما ما من شيء أو ما من فرصة فيها اجتماع إلا وهو يحث الناس على هذا الاجتماع، لأن ربنا لا يرضى الفرقة أبدا. الله عز وجل يريد الاجتماع، لأن لما روح أصلي في جماعة فتلاقي فتقابل الناس والوشوش بتتقابل، فتلاقي فيه المودة والصفاء. الحاجة التانية اللي احنا يا جماعة بنسأل بقى عن حال بعضنا البعض، لأن ممكن احنا نكون احنا جيران وكل واحد قاعد في الشقة بتاعته أو في البيت، كل واحد في بيته، لكن لما وما نعرفش أخبار بعض، لكن لما نروح المسجد إيه اللي يحصل؟
ده باين عليه المرض، ده باين عليه الفقر، ده باين عليه، فيبدأ قضية التواسي بقى اللي هو نبدأ نتواسى فيما بيننا. ولذلك الراجل لما دخل على سيدنا النبي، الجماعة اللي دخلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مجتاب النمار متقلدة السيوف وهدومهم كده بالية، سيدنا النبي قاعد بص كده، ايه الاخبار يعني، مفيش حد هيتحرك للناس دي ولا ايه؟ ده دخلوا الجامع مفيش حد اتحرك. فاذ بالنبي يقف عليه الصلاه والسلام، والنبي غضبان صلى الله عليه وسلم، وشه بدا يجيب الوان الطيف زي ما بنقول كده، وبدا النبي يقول المقدمه بتاعته، وبعدين يقول رحم الله رجلا تصدق من ديناره، تصدق من درهمه، كذا كذا كذا. فطلع واحد على طول اول ما سمع الكلام ده حس ان الكلام موجه ليه هو، فراح جايب كومه كده قدام النبي عليه الصلاه والسلام، وكل الناس تتابعت لغايه ما بقى كومتين قدام سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهنا راح النبي قايل من سن في الاسلام سنه حسنه. طب ده عرفوها منين؟ من المسجد. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه، وانت بتصلي خلي بالك ان انت في تقرير بيرفع الى الله تبارك وتعالى يوميا، في تقرير بيرفع. تقرير ايه؟ تقرير كده، مش احنا عندنا التقرير السنوي، في تقرير اسبوعي وفي تقرير يومي. ايه التقرير اليومي ده؟ اللي هو يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل والنهار. يعني احنا كل صلاه كاننا بنسلم نفسنا كده. لا ده كمان انا عندي اللي هو في صلاه العصر ده مهم جدا. ان اللي انت عارفه الملائكه اللي بيجوا كده ربنا بقى ايه، لما يصعدوا فيقولوا الله عز وجل يسالهم كيف تركتم عبادي، تقرير هيقدموا تقرير، تركناهم فين؟ على القهوه والله يا رب، صح، تركناهم في الشارع يا رب. لا ده الناس بقى اللي في المسجد دول يقول تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. ففيش افضل من كده. يبقى هنا يا جماعه صلاه الجماعه مهمه جدا، ايوه، وبعدين لها فضل عظيم جدا. لذلك حث حتى السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم على صلاه الجماعه. انا هقول لحضرتك مثال بس، سيدنا عمر بن عبد العزيز ابنه في يوم من الايام اتاخر على صلاه الجماعه، فبيقول له انت كنت فين يا ابني؟ قال له اصل المرجله بتاعت شعري كانت عماله ترجل شعري، بتسرح لي الايه الشعر، فامر بحلق راسي. فامر بحلق شعر، قال له ليه؟ قال له ده اللي يخليك تترك صلاه الجماعه يبقى لا خير فيه. طيب احنا ناخد تليفونات. ام محمد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا يا حبيبتي اتفضلي. معلش انا اصلا عايزه بس اسال الشيخ على حاجه. اتفضلي. انا زوجه عندي 5 اولاد. ايوه. وجوزي اتجوز عليا، هو اتجوز مره واتنين، اما التانية دي خلاها جنبي. أيوة أول واحدة. ام محمد انت كلمتيني قبل كده والخط قطع. طيب أيوة. هنفهم معاكي واحده واحده. انت متجوزه ومخلفه 5 اولاد، جوزك اتجوز أيوة. عليكي صح كده؟ قلتي المره اللي فاتت انه بعد كده طلقها. اتجوز صاحبتها. اتجوز ايه؟ صاحبتها. طلقها واتجوز صاحبتها. وبعدين طلقهم، خلانا في شقتين جنب بعض، هي شقه وانا شقه، انا اللي طلبت منه ان انا اقعد جنبه عشان عيالي يتربوا في وسطه. قعدتوا جنب بعض؟ لا يعني اخد لها هي شقه جنبي وانا قعدت في شقتنا وعيالي. تمام. على اساس يقدر ويخلي ايه عياله في حضنه. على اساس ايه؟ يخلي عياله في حضنه. يقدر ويخلي عياله في حضنه. يعني. اوكي. فالوقتي بقى له 3 شهور واكتر كمان ما بيخشش عليا خالص، لوحده لوحده والله العظيم، ما فيه ولا اي حاجه. ما بشوفهوش. بقى له 5 شهور ما بيجيش عندك. خالص. ومن بقى له 3 سنين ما فيش خالص معاشره ولا اي حاجه. 3 سنين من ساعه ما هي خلاها جنبي على طول قاعد مع مراته اللي هناك. 3 سنين مفيش علاقه زوجيه بينها وبينه، لكن كان بيجي عشان ولاده صح كده؟ ودلوقتي قطع خالص. دلوقتي قطع من 5 شهور سواء انت بقى والاولاد. لكن هو متجوزها من 3 سنين. متجوزها بقى له 3 سنين. تمام. وخلف منها؟ وخلفت منه بنت وحامل دلوقتي. خلفت وحامل التانية. تمام. وانت ما بتساليهوش انت فين الولاد او تعالي الولاد؟ سألت تعالى لاولادك واقعد معاهم، خليهم يحسوا بحضنك شويه، خلي ده لهم حق زي ما اللي هناك ليها حق برضه، هي وبنتها، احنا اللي حق عليك. بتضرب مره كسر صدري. بيضربك؟ اه. طب والولاد ما بيروحوش مثلا يشوفوه ولا؟ يروحوا يشوفوه قاعد مع مراته وبنته ويضحك ويهزر معاهم. فالعيال ساعات حتى العيال يعني هو، لكن هو كويس مع ولادك؟ كويس مع ولادي. هو حتى لو مش كويس مع الاولاد، هو في مصيبه هو عاملها دلوقتي. انا فكرت في موضوع الطلاق، اخذ مني العيال قبل كده وما خلنيش اشوفهم. خايفه تطلقي عشان ياخد الولاد وما يخليكيش تشوفيهم. يقول انا معايا وسطات ومحدش. الاولاد عندك عندهم كام سنه؟ اكبر حد عنده كام سنه؟ اكبر حد عنده 13 سنه.
طب انت ما حاولتيش تصلحي علاقتك معاه؟ كتير كتير، وحتى لو اليوم اللي كان بيجي لي مره بس في الاسبوع او مرتين في الاسبوع. لا لا مش سامعاني. اليوم اللي كان يجي لي مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع كان بيجي، يعني هو كان بيجي ايه، يجي يقعد 5 دقايق ويمشي على طول، عمره ما قعد معانا على طبله ولا قعد معانا على سفره كده. طب ما بصي، يمكن ما هو كل ما بيجي بتقعدي يعني تقولي له الحاجات دي وتحققيه معاه، وانت ما بتجيش وانت تدي له الكلام، تصدري له الكلام ده مثلا، هو يروح عند مراته الثانيه ما تقولش اي كلام وحش، كله كلام حلو، فيحس ان هو بينفر من المكان اللي هو الناس بتقعد. اي حد مش قاعد وسطينا هيقول كده، بس وحياه ربنا وحياه ولادي والله العظيم ما بيحصل. انا بحط بقعد اضحك واهزر عشان يجي تاني لعيالي. لا ولو بيحصل، ولو بيحصل يعني. لا لا ولو بيحصل، والله ما بيحصل. لا ولو بيحصل شوفي، لا 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 يعني هو الاصل ان هو ما يحصلش، بس خلينا ولو بيحصل. الشيخ احمد بيتكلم على الحقوق الدينيه يعني. حقوق مش دينيه بس، مش دينيه بس، اشربي خلاص على كده. الحقوق النفسيه بتاع الزوجه دي يعني، حتى لو هو بيحصل وهي بتقول له هو مش فارق معاه الحقوق بتاعته، خلاص هو يغور بقى معاه الحقوق النفسية. يا سيده الفاضله، طب قولي لي، قولي لنا انت سؤالك ايه عشان الشيخ احمد هيرد عليكي بقى. عاوزه تطلق؟ عاوزة تطلقي وخايفة ان هو ياخد ولادك؟ لا مش هياخدهم، ما تخافيش. هي بتقول اخدهم قبل كده. ياخدهم ايه؟ في قانون، في حاجة اسمها قانون الحضانة ليها هي. ياخدهم ايه؟ على اي حال بس احنا عاوزين نقسم المسألة دي. اول حاجة ان الزوجة دي صبرت ورضيت، زي ما هي بتقول انا رضيت في الزوجة الاولى وبعدين طلق التانية وراح متجوز صاحبتها. معنى كده ان الزوجة التانية اللي هو متجوزها دي مش سهلة يعني، كان ده كان جوز صاحبتها. لا انت عارفه متجوز صاحبتها يعني ايه؟ يعني يا جماعه بلاش بقى الايه، الالفه والعشره قوي والاختلاط بقى اللي احنا عاملين نحذر منه ونخلي بالنا منه ونقول يا جماعه اتقوا الله رب العالمين، فيقول لك انتوا ناس مقفله. خلوا بالكم بقى من المسائل دي كويس. تمام؟ دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه، فالست صبرت في الاولى فراحت جايه في الزواجه الثانيه وقالت انا برضو الصبره عشان الاولاد، والاولاد عندي 5 اولاد، طب هروح فين بيهم وهو ابوهم وانا مش عاوزه افرقهم عشان يبقى ايه الاولاد في حضنه زي ما هي قالت كده، وراح واخد يعني شقه جايب جنب ايه، جنب شقتها. تمام؟ فين بقى الحقوق؟ اين حق؟ طب ده اخباره ايه؟ يوم القيامه ان شاء الله باذن الله شقه هيكون مائل كده، اللهم هيكون مائل. ودي مصدمه على فكره من مظالم العباد. هو اللي اختار خليه بقى يختار بقى يروح ربنا يهديه. اولا ربنا يهديه خلاص، لكن هل من حقها بعد كل ذلك ان هي تطالب بالطلاق للضرر؟ ايوه طبعا تطالب بالطلاق للضرر. طب ولادي وفي حضن، في حضانتك انت، في حضانتك انت، لان الاكبر طفل عندها ده عندها 5 اطفال مش رجال، 13 سنه معاكي انت، الا ان يستقيم حاله. فنسال الله عز وجل ان يهديه، ان يهدي له الحال. الحاجه الثانيه، انا بس انا عاوز اخر حاجه عشان اخلص، روحي وحده لم الشمل بالمركز العالمي للفتوى بتاع الازهر، هيجيبوا ناس مشايخ هيروحوا لكم ويبداوا يحاولوا يحلوا المشكله دي. فلو اتحلت يبقى كان الحمد لله، ربنا يهدي. لو ما اتحلتش بقى هي لها الحق انها تطلب الطلاق. ربنا يقويها كده ويبصرها بالصح ويهدي ان شاء الله يا رب. بشكر حضرتك الشيخ احمد في نهايه فقرتك. الله يكرمك يا رب. ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.